الولايات المتحدة الأمريكية تراقب بانزعاج كبير للغاية تحركات تجسسية تقوم بها إيران بالاشتراك وبالمشاركة مع روسيا، ليس على مستوى الأرض وليس على مستوى السماء وإنما على مستوى الفضاء. هذه التحركات الجاسوسية أصبحت واضحة تماما من إطلاق قمر صناعي إيراني من قبل روسيا من كازاخستان مباشرة بهذا الشكل في الساعة 9 صباحا يوم أمس بتوقيت بغداد. هذا القمر الصناعي طبعا تحدثت عنه إيران بشكل رسمي بأنه سيستخدم في الأمور المدنية على مستوى مراقبة الحدود، على مسألة تطوير الزراعة، الموارد المياه وغيرها من هذه التفاصيل المدنية طبعا بكل تأكيد. ولكن بالنسبة للواشنطن بوست الأمريكية تحدثت قبل إطلاق هذا الصاروخ بأن هذا الصاروخ ستستخدمه روسيا أولا من أجل القيام بعمليات تجسسية في الداخل الأوكراني من أجل تحقيق بعض النجاحات التي تجري في الداخل الأوكراني طبعا بالنسبة لهم عسكريا بسبب الكاميرات الدقيقة الموجودة في هذا القمر الصناعي. ولكن طبعا بالنسبة لإيران وبالنسبة لروسيا نفت هذه المعلومات القادمة من الواشنطن بوست تحديدا حول هذا القمر الصناعي، وقالوا لا صحة لهذا الأمر وأن إيران ستستخدم هذا القمر الصناعي منذ اليوم الأول من إطلاقه، أي أن إيران الآن هي التي تتحكم بالقمر الصناعي بدلا من روسيا. ولكن المثير بعد عملية إطلاق هذا الصاروخ مباشرة وأثناء إطلاق هذا الصاروخ جاءت وكالة إنترفاكس الروسية وقالت بصريح العبارة بأن هذا القمر الصناعي هو سيستخدم في الأغراض العسكرية military observation، أي بما معنى بأنه للأغراض العسكرية تحديدا وليس للأغراض المدنية، وهذا يضع طبعا الرواية الإيرانية في ضعف كبير للغاية، وتضع الرواية الأمريكية نوعا ما التي صدرت من المعلومات الاستخبارية من الواشنطن بوست كأقرب للحقيقة. وعلينا أن لا نستهين أبدا من المعلومات الاستخبارية التي عادة ما تأتي وتصدر من الواشنطن بوست بهذا الاتجاه. مثلا يعني إذا ما ذهبنا إلى هذا القمر الصناعي الذي تحدثنا عنه الآن، الواضح بالنسبة لجسد هذا الصاروخ كما نلاحظ فإن العلم الروسي هو الظاهر، أي بما معنى أن روسيا هي التي تساعد في إطلاق هذا القمر الصناعي. هذا هو القمر الصناعي والعلم الإيراني واضح طبعا على القمر الصناعي، وهذا يعني بصريح العبارة بأن إيران هي من صنعت هذا القمر الصناعي وبأن روسيا ليست من قامت وهي لم تقم بعملية تصنيع هذا القمر وإنما هي قامت بتصنيع هذا الصاروخ. ولكن سرعان ما جاءت التحديثات اليوم حقيقة قبل ساعات تحدثت وكالات مهمة جدا ونقاط مهمة جدا ومؤسسات مهمة جدا عن أن هذا الصاروخ مع القمر الصناعي تم تصنيعه من قبل روسيا بالتمام والكمال، وبأن إيران لم تصنع ولا قطعة واحدة من القمر الصناعي ولا حتى من الصاروخ. وهذا كان قادما مثلا من الإنستغرام الرسمي للسفارة الروسية في طهران التي أكدت كما تلاحظون لهذا القمر الصناعي وهو طبعا خيام، هذا هو الاسم الخاص به طبعا بأنه بني من قبل الشركات الروسية بطلب من إيران كما تلاحظون بشكل رسمي بطلب من إيران ولكن الصناعة روسية بحتة. أيضا وكالة الفضاء الروسية المهمة للغاية كما ثبتت نيويورك تايمز بهذا الشكل وهي وكالة روس كوزموس قالت أن الشركات الروسية قامت ببناء القمر الصناعي لإيران، وبالتالي هذا القمر الصناعي هو قمر روسي بحت من ناحية الصناعة. وطبعا هذه المسألة هي تعتبر مسألة مهمة للغاية وتؤكد معلومة استخبارية كانت قادمة العام الماضي منتصف العام الماضي من الواشنطن بوست بشكل مباشر كما تلاحظون في 10 يونيو. تحدثت المعلومات الاستخبارية من الواشنطن بوست بأن روسيا تخطط من أجل صناعة أقمار صناعية متقدمة تريد أن تسلمها لإيران من أجل أن تستخدمها إيران في المسائل العسكرية في أهدافها العسكرية التي تهدف إليها في الشرق الأوسط. طبعا بعد يومين من هذه الأنباء ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال بأن هذه المعلومات التي جاءت من الواشنطن بوست هي غير حقيقية، ولكن ها نحن نتحدث عن قمر صناعي متطور بكاميرات دقيقة للغاية للاستخدامات العسكرية باعترافات وكلام رسمي قادم من روسيا هو تحت يد إيران. وهذا يوضح بأن هنالك نوع من الازدواجية في النفي الروسي وفي الرواية الروسية، وهذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها ازدواجية
في الروايات الروسية تجاه هذه المسائل وتحديدا هذه المسائل العسكرية. فمثلا على سبيل المثال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية مرارا وتكرارا قالت بأن روسيا ستقتحم أوكرانيا. ظهر حتى الرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسه وقال بأن لديه معلومات مؤكدة أن بوتين اتخذ القرار للقيام بعملية عسكرية في أوكرانيا، أو كما اسمها سيكون هنالك غزوا روسيا في الداخل الأوكراني. لم يصدق أحدا هذا الأمر، بل أن روسيا على المستوى الرسمي أيضا نفت هذه المسألة وقالوا بأننا نقوم بمناورات عسكرية، لن يكون هنالك أي غزو لأوكرانيا، واستهزأوا تماما بالمعلومات التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن والمعلومات الاستخبارية الأمريكية. وبعد ذلك شهدنا الاقتحام الكبير الذي جاء في 24 من فبراير من هذا العام، من عملية عسكرية كبيرة دخلت القوات الروسية ووصلت إلى كييف بهذا الشكل، وكانت على وشك السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف، وأصبحوا على بعد 10 كيلومترات فقط من المكتب الرئاسي والمكتب الخاص بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وبالتالي أيضا يجب أن ننتبه أيضا أن الروايات الروسية التي تقع دائما في ازدواجية وفي مغالطات وفي تمويه كبير للغاية هي أيضا كانت حاضرة قبل 6 أيام في مسألة كانت قد أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية بشكل رسمي من صفحتها الرسمية على التليجرام. أعلنت بأنها قامت بضربة في 4 أغسطس كما تلاحظون بهذا الشكل، وهذه الضربة كانت هي ضد مجموعة يطلق عليها لواء شهداء القريتين، وقالوا يعتبرون طبعا هذه المجموعة بأنها منظمة إرهابية. الأهم من هذا الأمر بأنهم قاموا بهذه العملية بالمروحيات، قاموا بقصف كبير بهذا الاتجاه ونشروا مقطعا للفيديو سنراه الآن. والإضافة إلى ذلك قالوا بأن هذه المجموعة أساسا تتمركز في التنف، أي في نفس القاعدة على المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا، القاعدة التي تتواجد فيها الولايات المتحدة الأمريكية كقوات أمريكية طبعا، وهي تدرب مغاوير الثورة أو ثوار السورية، مغاوير الثورة السورية يتواجدون هناك في منطقة 55 كيلو. ونشروا هذا المقطع الذي ترونه وسنراه الآن من الضربات الروسية بهذا الشكل ضد هذه المجموعة، وسنلاحظ طبعا إذا ما اقتربنا قليلا هذه طبعا التصوير الواضح وقادم من المروحيات طبعا الروسية من نوع KA-52. وطبعا بالنسبة لهذه المنطقة إذا ما أخذنا عددا من العلامات فسنلاحظ بأننا أمام مرتفع فيه انحناء واضحة جدا طبعا بهذا الشكل المميز، مرتفع لا بأس به بهذا الاتجاه. كذلك هنالك مثل النقطة المميزة التي تأتي بهذا الاتجاه وكأن مياها تأتي راكدة بهذه المنطقة أو شيء معين من الحفريات، ولكن أيضا يمتد منها طريق بهذا الشكل طبعا. وبالتالي هنا المسافة طبعا واضح جدا أن التصوير والضرب والقصف كان يأتي إلى نقاط لواء شهداء القريتين بهذا الاتجاه. هذه المنطقة طبعا من المفترض بحسب التصوير و بحسب الإعلان الذي جاء من الروس بأنه موجود في التنف وفي منطقة التنف تحديدا التي كما تحدثنا تتواجد فيها القوات طبعا الأمريكية، وبأن هذه المجموعة موجودة هناك. ولكن عند التوجه إلى القمر الصناعي بسرعة إلى سوريا سنلاحظ الآن هذه هي طبعا الأراضي السورية التي ترونها. دعونا نقترب من التنف تحديدا لكي نقارن هذه الصور التي جاءت من القوات الروسية بكل تأكيد. الآن بالتوقف بهذه المنطقة سنلاحظ تماما بأن هنا طبعا هنا العراق وهنا المملكة الأردنية الهاشمية وهنا سوريا، وهذه هي قاعدة التنف تقريبا بمنطقة 55 كيلومترا بهذا الاتجاه. هذه هي المنطقة الحدودية الخاصة بهم. ولكن المثير بهذا الأمر أن اللقطات التي رأيناها هي ليست قريبة أبدا، لا بكيلومترا واحد ولا حتى ب10 كيلومترات، هي تبعد بهذا الاتجاه إلى هذه المنطقة تقريبا بهذا الشكل على مسافة 170 كيلومترا. المسافة ليست قريبة أبدا. دعونا نتوجه إلى هذه المنطقة التي أشرت إليها وهي تعتبر طبعا منطقة مرتفعة، سنتوجه إليها الآن كما تلاحظون. والآن نحن أمام مدينة السخنة بريف تدمر، وبهذه المنطقة المرتفعة التي ترونها بالتوجه إليها وبالتركيز على هذا الاتجاه تحديدا وبأخذ انعطافة والتفافة بسيطة سنرى بأننا أمام نفس المنظر ونفس المقطع تماما الذي
كان يصور من قبل المروحيات الروسية بهذا الاتجاه. سنلاحظ بأننا أمام هذا المرتفع الذي يأتي بهذه الانحناء المميزة وكذلك هذه المنطقة المنخفضة التي تحدثنا عنها، هذا مرتفع بكل تأكيد وهذا الطريق الذي تحدثنا عنه، وطبعا المروحية هي كانت تصور بهذا الاتجاه وتقوم طبعا بالضربات بهذا الاتجاه الذي ترونه. دعونا نقترب لكي نأخذ صورة أوضح لهذا المرتفع. بكل تأكيد سنلاحظ بأننا أمام نفس النقاط، نفس العلامة، نفس الوضوح، وبالتالي هنا المنطقة التي ضربت هنالك صورة أوضح قادمة من الجوجل إيرث لهذا المرتفع لكي نتأكد من طبيعة المنظر الذي شهدناه. وسنلاحظ بأننا فعلا أمام نفس المرتفع ونفس العلامات التي تحدثنا عنها، وأن المنطقة التي ضربت والتي كانت تتواجد في هذه الجماعة هي تتواجد بهذا الاتجاه. وبالتالي هنالك خلل كبير جدا في الروايات الروسية عندما تطرح هذه المسألة تحديدا. وهذا طبعا القمر الصناعي، وهذا يجعلنا بأن علينا عندما ننظر إلى الروايات الروسية علينا أن ننتبه إلى ما صدر من الواشنطن بوست من معلومات عن هذا القمر الصناعي، وهو قمر خيام الذي أطلقته روسيا طبعا، وهو القمر الصناعي الإيراني من المفترض، وبالتالي طبعا الكل نفى بأنه سيستخدم في أوكرانيا. علينا أن ننتبه إلى هذه المعلومة تماما، خاصة وأن روسيا على الأرض تعاني على مستوى شرقي أوكرانيا، هي تعاني في التقدم، لديها مشكلة حقيقية جدا بعد دخول أسلحة حلف الناتو إلى القوات الأوكرانية، بدأت تستفيد منها كثيرا. عندما نرى هنا طبعا هذه هي الحدود الإدارية لشرق أوكرانيا، وهو إقليمي دونباس، هنا لوغانسك وهنا دانييتسك. القوات الروسية كما هو معروف سيطرت على لوغانسك تماما، لا زالت تسيطر على هذه المناطق، ولكن لديها مشكلة في التقدم بهذه الاتجاهات التي ترونها إلى باخموت وإلى سيفريسك من أجل هدف مهم، ألا وهو سلوفيانسك وكذلك كراماتورسك. بهذا الاتجاه يواجهون مشاكل حقيقية للغاية. دعونا نقترب الآن لنرى ما هي هذه المشاكل وما الذي جرى معهم بحسب معهد دراسات الحرب وبحسب طبعا هيئة أركان الجيش الأوكرانية التي أكدت هذه المسألة. طبعا هنا سلوفيانسك وهنا كراماتورسك التي نتحدث عنها، وهنا باخموت وهنا طبعا سوليدار وهنا سيفريسك. القوات الروسية بعد عملية السيطرة بشكل كبير على لوغانسك، عندما نتحدث عن هذه المنطقة تحديدا التي تأتي من الشرق من أجل التوجه إلى سلوفيانسك وإلى كراماتورسك، تمكنوا فعلا من السيطرة على سيفريسك، وتمكنوا فعلا من السيطرة على هذه المنطقة التي ترونها وهي منطقة سوليدار. وبعد ذلك بدأوا بالضغط بهذه الاتجاهات على باخموت، وهم لا زالوا مستمرين بهذا الضغط. ولكن القوات الأوكرانية مع السلاح القادم من الناتو، مع تكتيك اتبعوه على مستوى الغابات، وبدأوا يحققون مفاجآت بأنهم غير موجودين في المدن ولكن موجودين في الغابات، وباغت القوات والأرتال الروسية وهي تتقدم. طبعا دفع هذا الأمر القوات الأوكرانية أن تعيد السيطرة على هذه المدن بسرعة كبيرة، ودفعت القوات الروسية إلى الانسحاب بهذا الشكل. وبدأت القوات الروسية الآن تغير من تكتيكاتها، بدأت تحاول وتعود مرة ثانية إلى عملية محاصرة المدن مرة أخرى، وهنالك رغبة كبيرة جدا من أجل محاصرة مدينة سيفريسك التي كان من المفترض أن يكونوا مسيطرين عليها بشكل واضح، وأن تكون نقطة انطلاق إلى سلوفيانسك. لنقترب من هذه المنطقة إلى سيفريسك لكي نرى هذه المنطقة، لنقترب أكثر بهذا الاتجاه الذي ستلاحظونه الآن. وهنا طبعا وصلنا إلى سيفريسك بكل تأكيد بأخذ العلامات طبعا بالنسبة للقوات التي تحدثنا عنها وهي القوات الأوكرانية، لا زالت تسيطر على سيفريسك بهذا الاتجاه. وهنا هذه المنطقة وهي زفانيفكا، وكذلك هنا فييمكا، وكذلك هنا منطقة مهمة جدا ترونها هنا، هي حقيقة منطقة لا زالوا يسيطرون عليها القوات طبعا الأوكرانية في منتصف الطريق، وكذلك هنالك منطقة أخرى تأتي بهذا الاتجاه وهي سبرينا. بالنسبة للقوات الروسية ما تمكنت منه، هي تمكنت فعلا من السيطرة على هذه المنطقة وهي بريستوف، وبعدها تقدمت إلى سبرينا وسيطرت عليها، وبعدها الآن بدأت تتقدم إلى نوفا داريفكا بهذا الاتجاه. هذه المنطقة المهمة بدأت بعملية اشتباكات الآن مع القوات الأوكرانية، ولكنها لم تتمكن من السيطرة عليها. الهدف واضح جدا، يريدون السيطرة على هذه المنطقة، يريدون السيطرة على فييمكا بهذا الاتجاه، وبعد ذلك زفانيفكا بهذا الاتجاه، يريدون أيضا السيطرة عليها لقطع الطريق لهذه المنطقة وهي منطقة سيفريسك التي حاولوا عليها كثيرا من أجل البدء بعملية خنقها والمحاولة مرة أخرى
لعملية محاصرتها بهذا الشكل وقطع الطرق طبعا. وعندما يقطعون هذا الطريق فهم سيقطعون بسرعة كبيرة جدا الطريق الذي يربط هذه المنطقة بسوليدار وكذلك ببخموت. لكن الأمور صعبة وليست سهلة، وهذا لا يفسر فقط أن هذا القمر الصناعي قد تكون المعلومات الأمريكية دقيقة ودقيقة للغاية باستخدام القمر الصناعي الجديد هذا الذي نتحدث عنه، بل يفسر أيضا مسألة الطائرات المسيرة الإيرانية ودخولها إلى روسيا واستخداماتها أساسا في الداخل الأوكراني. هذا الأمر لم تتحدث عنه روسيا ولم تتحدث عنه إيران، بل هم نفوا هذه الروايات منذ أن ظهرت مباشرة على الإعلام، نفتها إيران ونفتها روسيا. ولكن هنالك تقرير جديد أساسا صدر من قبل CNN حول هذه المسألة اليوم، تقرير محدث عن ما جرى من مسؤول أمريكي لشبكة CNN قال خلال الأسابيع العديدة الماضية أجرى المسؤولون الروس تدريبات في إيران كجزء من اتفاقية نقل الطائرات بدون طيار من إيران إلى روسيا، وأن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتدريب رفعت عنها السرية مؤخرا. هذه المعلومات هي تأتي بعد أيام قليلة فقط من كلام صدر من هذا الرجل وهو أليكسي أريستوفيتش، هو مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. الرجل قال علمنا بأن هنالك ما يقارب 46 طائرة إيرانية دخلت إلى روسيا، ولاحظت الحكومة الأوكرانية بأن هنالك استخدام للطائرات المسيرة الإيرانية في الداخل الأوكراني. هذه الرواية لا زالت غامضة من الجانب الروسي والإيراني، ولكن واضح أن المعلومات دقيقة ودقيقة للغاية. أما على المستوى بالنسبة لهذا القمر الصناعي الذي نتحدث عنه الآن الذي أطلق يوم أمس من قبل روسيا، القمر الصناعي الإيراني كما تتحدث طبعا الأنباء الرسمية، وعكس ذلك تتحدث طبعا المعلومات الغربية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب ما الذي سيحدث على مستوى الشرق الأوسط، كيف ستستخدمه إيران بعد أن تستلم هذا القمر الصناعي من روسيا ومن الحرب الأوكرانية في الشرق الأوسط. هذا طبعا ما ثبتته النيويورك تايمز حول هذه المسألة مؤخرا، وقالت من الآن فصاعدا ستكون إيران قادرة على جمع معلومات استخباراتية أكثر دقة للعمليات العسكرية لقواتها وكذلك للمنظمات التي تدعمها. أي باختصار شديد جدا بأن هذا القمر الصناعي سيفتح صورا واضحة ليس فقط لإيران ولكن أيضا للفصائل المسلحة في المنطقة بشكل عام إذا ما أرادوا استهداف الولايات المتحدة الأمريكية، والصور ستكون محدثة، أي أن إيران لن تعتمد على الأقمار الصناعية الفري التي هي طبعا متواجدة مجانا أو هنالك اشتراكات من أجل أن ترى هذا القمر الصناعي وغيرها، وهي محدودة طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تحد الكثير من التحديثات للصور. عادة التحديثات تكون قديمة للمناطق التي تأتي على مستوى الشرق الأوسط وغيرها من مناطق الصراع، ولكن هذا القمر الصناعي سيكون محدثا أولا بأول، وهو سيخدم الإمكانيات العسكرية التي تمتلكها إيران من الطائرات المسيرة التي بدأ يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، وكذلك الصواريخ البالستية التي أيضا يصل مداها إلى 2000 كيلومتر. أي ضربة من الممكن دقيقة للغاية، وسترى كل الأرتال لخصوم إيران لخصوم الفصائل المسلحة وهي تتحرك وستعرف كيف ستتعامل مع هذه الأمور. وخبراء أساسا عسكريين مثل هذا الرجل تال إمبار هو الذي أكد بأن هذا القمر الصناعي سيكون مفيدا للصواريخ البالستية الإيرانية لصواريخ الكروز وكذلك للطائرات المسيرة الإيرانية بكل تأكيد. القمر الصناعي أساسا هذه ليست المرة الأولى أن إيران تستخدم وتطلق الأقمار الصناعية، لا أبدا، في مارس الماضي على سبيل المثال قمر صناعي تابع للحرس الثوري الإيراني وهو نور 2 انطلق بهذا الشكل وبكل نجاح ووصل إلى الفضاء هذا القمر الصناعي، وبدأ أساسا بعد وصوله إلى الفضاء بأيام قليلة بدأت تلتقط صور وصور واضحة جدا لهذا القمر، على الرغم أن هذا القمر الصناعي لا يتمتع بالإمكانيات القمر الصناعي الذي نتحدث عنه الذي أطلقته روسيا طبعا، والصور كانت محدثة بهذا الشكل الذي ترونه، صور واضحة للغاية، وبالتالي القمر الصناعي القادم سيكون واضح ودقيق للغاية وسيعطي صورة مميزة للغاية لإيران وكذلك لروسيا، قد يكون في ظل أنهم هم من صنعوا هذا القمر الصناعي بكل تأكيد. أيضا يجب أن ننتبه، والسؤال الأهم هنا، لماذا الولايات المتحدة الأمريكية لا تفعل شيئا تجاه هذه الأمور؟ كل هذا يأتي بسبب المفاوضات النووية التي كشفت يوم أمس النيويورك تايمز بأن هنالك تنازلات إيرانية قد تمت في المفاوضات النووية من أجل إنجاح هذه المفاوضات النووية. النيويورك تايمز عن طريق عناصر طبعا ومسؤولين مطلعين غربيين قالوا بأن إيران قدموا تنازلين الآن بشكل رسمي وأصبحت واضحة في الجولة الأخيرة في فيينا. الأولى أنهم تنازلوا عن مسألة رفع العقوبات من الحرس الثوري الإيراني. الثانية هي أنهم لم يعودوا مصرين على مسألة الضمانات
من الكونغرس الأمريكي ومن الولايات المتحدة الأمريكية. أقصد هنا الضمانات أن أي إدارة أمريكية قادمة لن يعود بإمكانها الانسحاب من الاتفاق النووي. الآن إيران اقتنعت بأننا سنعود للاتفاق النووي في ظل إدارة بايدن، وسنأخذ بمخاطرة أن تتغير الإدارة وأن تنسحب، لأنهم عرفوا تماما ليس هنالك أي ضمان في هذا الاتفاق وبأنها ليست معاهدة. ولكن الخلاف الوحيد بحسب نيويورك تايمز وما نشر عن هذه المسألة، الخلاف الوحيد مرتبط في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثلاثة مواقع التي وجدت فيها جزيئات اليورانيوم، وطلبت إجابة من إيران حول هذه المسألة، وإيران لم تجب عن هذه المسألة. عندما وصلوا إلى هذه النقطة، إيران قالت لن أوقع على هذا الاتفاق. الولايات المتحدة قالت بالنسبة لنا نحن مصرون عن هذه المسألة ولن نتنازع عنها، لأنهم يعلمون تماما الولايات المتحدة تريد توقيع هذا الاتفاق لمنع إيران من الوصول للقنبلة النووية. وقد تكون هذه المسألة تحديدا إذا ما تنازل عنها الغرب بشكل عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد تكون هي السبب في وصول إيران للقنبلة النووية. ومسألة الأمور الشرق أوسطية وهذه التحولات التي تأتي، تحدثت بشكل واضح الوول ستريت جورنال يوم أمس بأن الإدارة الأمريكية الآن تعطي الأولوية تماما للشرق الأوسط وما يجري في السياسات الخارجية، إن كانت على مستوى إيران وإن كانت على مستوى روسيا أو حتى على مستوى الصين وتايوان، لأنهم في مرحلة حقيقة رغبة في تحقيق نجاحات في انتخابات الكونغرس على مستوى مجلسي النواب والشيوخ في نوفمبر القادم.